الأستاذ الدكتور طلال خليفة سلمان أحمد العبيدي، تدريسي في قسم اللغة العربية كلية التربية للبنات جامعة بغداد. الشهادات العلمية الأكاديمية والمؤهلات له من الأنشطة العلمية والثقافية، أذكر منها عضوية بعض الروابط والاتحادات واللجان المركزية والفرعية وهيئات التحرير والمؤتمرات الدولية والمحلية. أشرف على 33 بحثا للتخرج، أشرف على 9 رسائل ماجستير و7 أطاريح للدكتوراه، ناقش 55 رسالة ماجستير وأطروحة دكتوراه، قوم 80 بحثا علميا للمجلات العلمية والمحكمة والترقيات العلمية والمؤتمرات، ألف عددا من الكتب، نال عددا من الجوائز والتكريمات في عدد من المسابقات. فضلا عن نشاطاته الإعلامية حيث عد وقدم الكثير من البرامج الدينية والثقافية في عدد من الفضائيات والإذاعات. تفضل جناب دكتور. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد المصطفى الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين. الحضور الكريم مع حفظ المقامات والألقاب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فكرة البحث نبعت من ضرورة أن نسعى إلى اكتشاف المنظومة التغييرية والإصلاحية التي انتهجها إمامنا الحسين عليه السلام، لكي تشكل دروسا لنا جميعا وتشكل دروسا مهمة وتربوية وأخلاقية وقيمية إلى شبابنا وبناتنا، ولا سيما نحن نعيش فترة التغريب والتشكيك والعبثية وتأثيرات فلسفة ما بعد الحداثة في شبابنا وفي بناتنا وفي مجتمعاتنا. انقسم البحث على عدة أقسام. القسم الأول هو المقدمة، بينت فيه أسباب نهضة الإمام الحسين وأهدافها التي يريد تحقيقها، ثم ذكرت المرتكزات التي اعتمد عليه الإمام الحسين في نهضته المباركة. في الجانب النظري بينت أن نهضة من هذا النوع وبهذه الأهداف وبهذه الاستراتيجيات بحاجة إلى قائد ومصلح رسالي كبير ينتمي إلى مدرسة محمد وآل محمد صلوات الله عليهم أجمعين، لكي يقف بوجه هذا الظلم والانحراف الذي أراده الأمويون للأمة الإسلامية. وفي الجانب التطبيقي وقفت على بعض من كلمات الإمام الحسين ورسائله وخطبه لكي نستكنه آليات التغيير والإصلاح عند الإمام الحسين عليه السلام. واحد من أهم النصوص المؤسسة، سوف أتناول النصوص لا على وفق تسلسلها التاريخي بل على وفق أهميتها. النص الأول الذي أسميته في البحث بخطبة الحث على التغيير والإصلاح هي خطبة الإمام الحسين عليه السلام بالحر وأصحابه في منزل البيضة، لأنه التقى الحر في منزل شراف وصلى بهم، ثم انتقلوا بعد ذلك إلى منزل البيضة. انظروا إلى المفاهيم التغييرية والإصلاحية في هذه الخطبة للإمام الحسين عليه السلام، ولماذا يريد التغيير، ولماذا يسعى إلى اليوم. إلى اليوم هناك أساتذة في جامعة أم القرى وفي غيرها يخطئون الإمام الحسين عليه السلام، وقدمت برنامج في قناة كربلاء بعنوان قرآنية النهضة الحسينية، أثبتت هذه الأمور بأجمعها ورددت عليهم جميعا. انظروا إلى الفلسفة التغييرية والإصلاحية عند الإمام الحسين. يقول في خطبته في البيضة: أيها الناس، إن رسول الله صلى الله عليه وآله قال:
من رأى سلطانا جائرا مستحلا لحرام الله، ناكثا عهده، مخالفا لسنة رسول الله، يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان، فلم يغير عليه بقول ولا فعل، عفوا، فلم يغير عليه بفعل ولا قول، كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ألا وإن هؤلاء، سيشير إلى الأموين، ألا وإن هؤلاء قد لزموا الشيطان وتركوا طاعة الرحمن وأظهروا الفساد وعطلوا الحدود واستأثروا بالفيء وأحلوا حرام الله وحرموا حلاله، وأنا أحق ممن غير. هذه الجملة الخبرية نسميها في البلاغة جملة خبرية، وأنا أحق ممن غير. هنا يبين فلسفته التغييرية والإصلاحية التي يريد أن يقوم بها في نهضته المباركة. نصح كثيرا الإمام الحسين بعدم الخروج، لكنه كان مصرا على الخروج. هل أراد أن يلقي بنفسه إلى التهلكة؟ لا أبدا، أراد أن يغير ويصلح المنظومة الفاسدة التي أفسدها الأمويون، ولا سيما معاوية ويزيد بن معاوية وهذه الشردمة مع الأسف. هنا يضع ثوابت يبين أسباب نهضته وأسباب تغييره وإصلاحه، ويبدأ بأخذ حديث شريف من جده الأعظم صلى الله عليه وآله لكي يجذب الأسماع، لكي يجذب انتباههم. فيقول: من رأى سلطانا جائرا، وهنا هو يعرض بيزيد بن معاوية وبأتباعه، من رأى سلطانا جائرا، هذه الصفة الأولى، مستحلا لحرام الله، الصفة الثانية، ناكثا عهده، الصفة الثالثة، مخالفا لسنة رسول الله، الرابعة، ويعمل في عباده بالإثم والعدوان، الصفة الخامسة، ولم يغير عليه بفعل ولا قول، ما النتيجة؟ كان حقا على الله أن يدخله مدخله. ثم يكمل هو سلام الله عليه ويقول: ألا وإن هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان، لزموا الشيطان. هنا يشير إلى تغيير المنظومة، أن يشير إلى أن الأمويين قد غيروا المنظومة بأجمعها، فحرموا حلال الله وأحلوا حرام الله، يشير إلى تغير القيم. لذلك يشير في عدة نقاط: ألا وإن هؤلاء قد لزموا، هنا قد للتحقيق والتوكيد، لزموا الشيطان أولا، وتركوا طاعة الرحمن ثالثا، أظهروا الفساد، لم يستر الفساد ولكنهم أظهروه، وعطلوا الحدود، وهذا أمر خطير جدا، خامسا، استأثروا بالفيء، سادسا، أحلوا حرام الله وحرموا حلاله، قلب المنظومة الإسلامية التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله بأجمعها رأسا على عقب. ويأتيك البعيد ويقول: لو لم يخرج الإمام الحسين ولو بايع لكان أفضل له، ولا حقن دمه ودم أهل بيته. لا، هناك أمور خطيرة لا بد. لذلك هناك كلمة لطيفة يقولها الشيخ محمد مهدي شمس الدين رحمه الله في كتابه، يقول: الإسلام كان بحاجة إلى فدية متوهجة بالدم لكي يصح الناس ولكي تعود هذه المنظومة المحمدية العلوية إلى سابق عهدها. نص آخر من هذه النصوص المهمة يختمه: أنا أحق ممن غير. في رسالة الحسين إلى زعماء البصرة ماذا يقول سلام الله عليه؟ وأنا أدعوكم إلى سنة الله، إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت. شوفوا شلون الوضع خطير. فإن تسمعوا قولي أهدكم سبيل الرشاد. وهنا أثر قرآني من مؤمن آل فرعون. وأنا أدعوكم إلى كتاب الله وسنة نبيه، فإن السنة قد، إن وقد كلاهما يفيدان، إن تفيد التوكيد والقد تفيد التحقيق والتوكيد، والتوكيد يستعمله منتج النص من أجل أن يفهم المتلقي ويوصل رسالته، فإن السنة قد أميتت والبدعة قد أحييت.
إذن الوضع مقلوب تماما وخطير جدا، فلا بد أن يغير سلام الله عليه. النص الثالث، خطبته عند نزوله في كربلاء، خطبة مؤثرة ومؤلمة حقيقة. أنا حينما أقرأها يعني لا أتحمل. أسميتها في كتابي سمياء الدم والموت في النهضة الحسينية الذي أصدرته العتبة الحسينية، أسميتها بخطبة التزهيد بالدنيا. يبدأها: الناس عبيد الدنيا والدين لعق على ألسنتهم، يحوطونه ما درت معايشهم، فإذا محصوا بالبلاء قل الديانون. ثم ينتقل ويقول: وقد نزل بنا من الأمر ما قد ترون. هنا سيأتي محل الشاهد: وإن الدنيا قد تغيرت وتنكرت وأدبر معروفها، ولم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء وخسيس عيش كالمرعى الوبيل. ثم يقول: ألا ترون. احنا بالعامية العراقية نقول مدى تشوفون. ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه. إذن المنظومة مقلوبة، نتيجة: ألا ترون إلى الحق لا يعمل به، وإلى الباطل لا يتناهى عنه. ليرغب المرء في لقاء الله محقا، فإني لا أرى الموت إلا سعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. البرم الضجر يعني في اللغة العربية. لماذا يرى الموت سعادة له؟ لأنه سيحيي الإسلام من جديد، سيرجع المنظومة إلى سابق عهدها، سيرجع الإسلام إلى الإسلام المحمدي الأصيل. لذلك أنا أثبتت في واحد من بحوثي الرؤية الجمالية للإمام الحسين للموت، فإني لا أرى الموت، وهنا يوظف النفي والاستثناء للحصر، فقال: فإني لا أرى الموت إلا سعادة. لماذا يوظف النفي والاستثناء؟ لكي يحصر رؤيته بالموت بأنه سعادة ولا شيء سوى السعادة، والحياة مع الظالمين إلا برما. أيضا في وصيته نص آخر: وإني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما، وإنما أداة حصر وتوكيد، خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. أريد منكم بفقط تتأملون لهذه الجملة الخبرية المهمة، احنا نقراها وحافظيها: وإنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي. إنما تفيد الحصر والتوكيد. خرجت وظف الفعل الماضي وهو لما يخرج. لماذا يوظف الفعل الماضي وهو لم يخرج بعد؟ لأن الوصية أعطاها لأخيه قبل خروجه. لماذا وظف الفعل الماضي؟ هذا أثر قرآني وأثر من اللغة العربية. هنا يريد أن يقول: إن خروجي متحقق 100%، لذلك وظف الفعل الماضي. وإنما خرجت لطلب الإصلاح، ولم يقل للإصلاح. إخواني، أين المصلحون من هذا الكلام؟ قال لطلب الإصلاح وليس للإصلاح. لطلب يريد أن يوصل رسالة مشفرة عبر أثير الزمن علينا أن نفهمها جميعا، وهي أن الإصلاح مطلوب. والبعض قاعد ببيته ويريد إصلاح، البعض قاعد بمكانه والبلد خربان والمنظومة. اسعى أنت، أطلب الإصلاح. تقول: يا ليتنا كنا معكم، ولا تطلب الإصلاح. فلطلب هذه لطلب فيها رسالة لنا جميعا، يجب أن نطلب الإصلاح. وإنما خرجت لطلب الإصلاح. لماذا جاءت مفردة الإصلاح مطلقة ولم تأتي مقيدة؟ لم يقل مثلا الإصلاح الديني أو الإصلاح العقائدي أو الإصلاح الاقتصادي أو الإصلاح الفكري. أراده إصلاحا شاملا، أراد إصلاح المنظومة بأجمعها، لأن المنظومة بأجمعها معطوبة وخربانة باللهجة العراقية، فلا بد أن يصلحها. لذلك قال جاء الإصلاح شاملا. ثم يقول: أريد، فعل مضارع يفيد الاستمرار، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وهذا أصل قرآني، وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. هنا يفعل الأسوة الحسنة: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. النص الأخير، رده
على والي المدينة الوليد بن عتبة حينما طلب منه البيعة، ماذا قال له الإمام الحسين عليه السلام؟ أيها الأمير، إن أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة ومختلف الملائكة، بنا فتح الله وبنا يختم. هذه الزيارة الأولى للإمام الحسين في مفاتيح الجنان وفي غيره من كتب الزيارة من أهم الزيارات ومن أوثق الزيارات سندا ومتنا، فيها هذه الجملة: بكم فتح الله وبكم يختم. وهنا قدم الجار والمجرور، قال بنا فتح الله ولم يقل فتح الله بنا. أكو فرق؟ لو قال فتح الله بنا لكان بنا وبغيرنا، لكن حينما قدم الجار مجرور، الجار والمجرور على الفعل والفاعل، أراد الحصر، يعني بنا مو بغيرنا. بنا فتح الله وبنا يختم. ثم يبين مواصفات يزيد، وهذا الذي جعله يغير ويصلح ويزيد: رجل شارب الخمور وقاتل النفس المحترمة، معلن بالفسق، وأطلقها صرخة مدوية في أفق الزمان: ومثلي لا يبايع مثله، ولكن نصبح وتصبحون، وننظر وتنظرون، أينا أحق بالخلافة. وهذه رسالة أيضا أخرى مشفرة، أراد أن يقول أنا أحق بالخلافة وأنا أحق بالتغيير والإصلاح. وهكذا أصلح حينما لم تستجب الأمة له، مع الأسف أصلح بدمه وبدم أهل بيته وبدم أصحابه، وكان تغييره وإصلاحه كبيرا جدا، بحيث بدأت الثورات بعده وتغيرت المنظومة ورجعت إلى سابق عهدها في عصر جده الأعظم صلى الله عليه وآله وفي عصر أبيه. فسلام عليك وأنت السلام، وإن كنت مختضبا بالدم، وأنت الدليل إلى الكبرياء بما ديس من صدرك الأكرم، وإنك معتصم الخائفين يا من من الذبح لم يعصمي. لقد قلت للنفس هذا طريقك، لاقي به الموت كي تسلمي، وخفت وقد ظفر الموت ظفرا، فما فيه للروح من مخرمي، وما دار حولك بل أنت درت على الموت في زرد محكم، من الرفض والكبرياء العظيمة حتى بصرت وحتى عمي، فمسك من دون قصد فمات، وأبقاك نجما من الأنجم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.